واحد هل قول السيد المسيح من كان له ايمان مثل حبة الخردل وقال لهذا الجبل ان ينتقل فينتقل، هل معنى ذلك ان الانسان الذي يعتمد على واسطة او معرفة او محسوبية في الحصول على وظيفة ليس لديه ايمان؟ انت تؤمن ان ربنا يكون معاك وما فيش مانع لو حد ساعدك كويس انه يساعدك، لكن مش معناها انك انت تحط كل املك في مساعدة الناس. لكن ما ننكرش ان اي واحد ممكن تجيله مساعدة من حد،